مش بس الفيو، مش بس القعدة، مش بس الموسيقى، مش بس السيرفيس اللي كتير حلو، الأكل كان بعقد. خلينا نبلش بالسويت بوتيتو فرايز، بياخدوا العال. الترافل فرايز روعة. جريلد فيجتابلز عظيمين. وإز وصلت اللحمة، اللحمة من أطيب لحمة أكلها بحياتي. سوبر تندر، ما بدها صوت، جوسي من جوا، حمرة بلا ما يكون فيها ولا نقطة دم. بورك بيلي، أوف 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 أوف، شي جنون. أوبزرفاتوري بآخر طابق بال52 بالماريوت هاربر مارينا، ولا أروع من هيك. كان عشاء عظيم، عشاء كان عظيم 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 عظيم. عتمة شوي، ضجة شوي، مشان هيك ما صورت شي فوق إلا الأكل. بس فيني قلكن أنه بعيدة 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 كتير. أول شي هو ريستوران مظبوط آخر طابق، فيو كتير حلوة، من ميل بتشوفوا البحر، من ميل بتشوفوا الانترنال كانالس تبع المارينا. 360 فيو، كيف ما تبروا من قلب المحل. شي روعة روعة روعة، كله على قد، كله مظبوط. انين تنبيد درينكس، كان جنون. وخلصنا بالاخر، اخذنا الدساري اللي كان ريكومنديشن انه هيدا الدسار الكتير طيب. اول ما سكرت عيوني وشميته، الريحه، الريحه تبع كيك البيت، ريحه وطعمه روعه فعلا. ريكومندد اول ذا واي. كانت صار هيك سريعه خفيفه نظيفه، وبرجع بعيده. بيعملوا ساتردي برانش بيقولوا عنه كتير مهم، دبي كلها بتحكي فيه، فيمكن مرتجي برجع بحجز بهذا الاوتيل لانه حبيته كتير، وبرجع بطلع لفوق.